الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى وحين بلاب دون كتاب كان منتقى الأخبار وكم إذا كتب حديث الأحكام كتبت موضوع كان لان وياي ورورينتا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقسوا وريه كصاب سن أحكامته ونوع كم إذا من أنواع التصنيف والتأليف لابك كتبت الله قرى وكتبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي كقرى انتهاي يا عالم كم إذا علماء الإسلام كو وباريا وحانا وكسو صاريا ترى حديثة وكساب سرى مكاد ليسا أبواب كميدة باباب كفقية سيقف كفقية يأدي الذي سبرانا يا وغو نغضو هرين تاسيا وغو سهلاناتو انت بدلنا كتبت النوع عاصة وحايكة شران علمدو السندك وسلسلة دي رقا هيدا سوكا لوريسي انت بدن لما صعود لكن واحد راعي ان وحلو يقان التخريج او ذكر اماكنها في كتب السنة ان تلمامان حديثها سهلك اي كتاب الله كتب السنة سيدين رادان متفق عليه اما اخرجه البخاري اما مسلم اما امام احمد اما اخرجه الترمذي ابو داود يوحى الله متكعه كتبت نوع عسنا وحل بلابي قرستيدا بعد أن استقر تدوين السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ديوان قلنتي دو مركا يسل لغتي دمدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقوريي كتبت مصنفات كالإرادو الجوامع المساند والسنن والصحاح كتب الحديث حكم دا أما حديث الأحكام كتاب كلا رضا عمدة الأحكام من كلام خير الأنام أو قري الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لحب قل مركا هاي تاريخ ده هجره وفاده وغيريو دي وحانو كوكوب صدي ساقو الحديث التي اتفق على روايتها البخاري ومسلم حديثها الإمام البخاري ومسلم أي وريين ولما بدأ بنا شرح ده وكمل ياهي ابن الدقيق والعيد رحمه الله تعالى وعكوش الراحي كتاب كيس لرادة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وأنا الدابعي كتاب كاس وحكلوش الراحي ابن الملقن كتاب كعمدة وكوش الراحي الإعلام بفوائد عمدة الأحكام سجلفتي سنوات الدابعي هاي الصنعاني رحمه الله تعالى اليماني وكتاب كسبل السلام كالإرادة شيخ قري يستقر أوحي الله حاشية على إحكام الأحكام والعدة مقعيدة الإرادة علماء كلام عاصرين وشرح لنا وكراسة شيخ من العثيمين هي بسام هي سعدي هي علماء بضان حديث الأحكام كتبت لك قري وحكم إذا كتاب كبلوغ المرام من أدلة الأحكام وقرأ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سجل لفتي سعلي مبضان باشر هذا علماء ظهر يشر هذا وحكم ذا المغربي الحسين بن محمد المغربي أو عكوش راح كتاب كل رداء البدر والتمام شرح بلوغ المرام الصنعاني رحمه الله تعالى وحكوش راح كتاب كل سبل السلام الموصولة إلى بلوغ المرام وعشر رحيس أسوأك الصديق حسن خان فتح العلام شرح بلوغ المرام ولم يبضانه عصريا شرح دينه وكراسة شيخ من العثيمين الفوزان والمبارك فوري والشيخ ابن باز والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وكذلك الشيخ محمد بن حزام اليماني علماء بضان باشر رحضي عصري قالنا توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ البسام
aad baa shuruuxdiisu ay u badan yihin. Waxaa ka mid ah kutubta axaadiidul axkaam laga qoray kitaabkeennana almuntaqaa min alaxkaami alsharciya min kalaami khayri albariya. Waxaana qoray kitaabkan majduddiin abulbarakaat cabdusalaam ibni cabdillaah ibni abilqaasim alxaraari oo ah sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala oo aynu naqaano awowgii aabbihii dhalay. kitaabkan laftiisa culimo badan baa sharaxday, hore u sharaxday almaqdasi uu sharaxay kitaabkiisaasi waa makhtuud oo lama daabicin intaynu ognahay. saasoo kale siraajuddiin ibnu lmulaqin uu sharaxay mana dhammaystirin. ibnu qaadi aljabal culamaa alxanaabila ka mid ah isna sharaxay ma dhammaystirin isaguna sharax dhammaystiran. waxaa aynu ilaa hadda ognahay nayl lawtaar min asraari muntaqa alakhbaar alimaamu shawkaani raximahu llahu tacaala uu ku sharaxay. axaadiidul axkaam waxaa ka mid ah culimmaduna ay sheegaan kitaabkan inuu ka weyn yahay oo ka axaadiid badan yahay kitaab la yidhaahdo fatxu lghafaar oo qoray alxasan ibnu axmed arubaaci alyamani oo sheekh yamani ahaa. kitaabkaasi waa isagoo laba mujalladooda ayuu daabacan yahay. wahuwa akharu xadiidan min hada alkitaab. intaan ogahay waa kitaabka qura culimmadu ay sheegaan inuu ka mid yahay kutubta axaadiidul axkaam laga qoray ee kitaabkan ka axaadiid badan oo 6530 xadiid ayaa kitaabkaas ku qoran. kanna tirada axaadiidiisa insha allahu tacaala waa sheegi doonaa. axaadiidul axkaam waxaa ka mid ah culimmada shaaficiyadu si gaara ay u qoreen alicilaam biaxaadiidi alaxkaam. waxaa qoray zakariya alamsaari sheekha sheekhu lislaam ay u yaqaaniin. shaaficiyadu waa kitaab mukhtasara, waanu sharaxay, wuxuu ku sharaxay kitaab kaloo madbuuco la yidhahdo fatxu lcallaam lisharxi alicilaam biaxaadiidi alaxkaam. waa fara badan yihiin kutubta axaadiidu alaxkaam. tarxu tathriib baa ka mida fi sharxi taqriib cabdiraxiim ibn xuseyn alciraaqi uu leeyahay iyo inankiisu isaguna isagoo 4 mujalladooda oo 8 juz ah ayuu daabacan yahay isaguna. alaxkaam alsharciyatu sugra iyo alaxkaam alwusta labadaba waxaa iska leh maxamed abi maxamed cabdilxaq alishbiili, waana daabacayn labadaa kitaabka hore. asuqra waa 2 mujalladood, alkubraana waa 4 mujalladaad. waxaan kutubtaa markaa u ishaaraya amase u tilmaamayaa qofka taalibulcilmiga ah aladii yuriid an yatafaqaha fii diin illaahi subxaana wa tacaala xaqa tafaquh, ee doonaya ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa si dhaba inuu u fahmo. oo waan yaquda almasaa'ila biadilatiha, oo masaa'ishana uu ku qaato daliiladeeda. waa u baahan yahay, waad ogtihiin oo kutubta usuululfiqiga marka lagu sheego masalada ijtihaadka iyo shuruuddeeda waxaa lagu daraa inuu garanayo qofku aayaatulaxkaam iyo axaadiidulaxkaam inuu garanayo, aayaadka axkaamta ka hadla iyo axaadiida axkaamta ka hadla inuu xifdiya waajib maaha, laakiin inuu mawaadicdeeda ugu yaraan garanayo ayaa waajiba, inuu xifdiyaana aada iyo aada ayay u fiican tahay. kitaabkan almuntaqaa sheekha qore, haddii in yar aynu ka tilmaano, waa cabdisalaam ibni cabdillaahi ibni abilqaasim ibni taymiya alxaraani alfaqiih almuqri almuxadid almufasir alusuuliyu naxwi. sheekh mutafanina buu ahaa oo funuun badan oo noocyo badan noocyada cilmiga ka mid ah aqoon weyn u lahaa. waxaa laqabkiisa ama naanaystiisu ahayd majduddiin, waxaana lagu kunyeyn jiray abulbarakaat. isaga laftiisa waa la odhan jiray sheekhulislaam. taariikhda hijradu markii ay ahayd 590 taqriiban ayuu dhashay, meesha la yidhaahdo xaraan ayaanu ku dhashay. xaraanna hadda waxay ku taallaa
culimadu ay sheegaan waddanka Turkiga oo waxaana ay u dhowdahay dhinaca waddanka Suuriya. Sheekh caalima ayuu ahaa raximahullahu tacaala oo ka mid a culimada xanaabilada waxaanu caan ku ahaa xagga xifdiga sida uu sheegay sheekha kale awooga uu ahaa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuuhi kaana jadduna cajaban fii xifdi alaxaadiisi wa sardiha bilaa kulfatin wa xifdi madaahibi annaas. Sheekha iyagu la yaab buu ku ahaa buu yidhi xagga xifdiga xadiisyada iyo xadiiska markuu u baahdaba inuu sidaa u dareeriyo iyadoo aan wax iskallifaadi aanay ku jirin. Madaahibta dadkana aad iyo aad buu u xifdisanaa. Adhahabi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa Tadkirat lxufaad tarjama ayuu ugu sheegay waxyaabaha uu ka sheegay waxaa ka mida wuxuu leeyahay Alburhaan Almaraghi ayaa wuxuu sheegay inuu la kulmay Majduddiin Abulbarakaat, deetana mas'ala ayaan ku soo arooriyey buu yidhi nukta ah. Markaasaa wuxuu ihi aljawaabu canha min 60 wajhan, lixdan waji baan masaladaasi kaga jawaabaya. Alawalu kada waathani kada waathaalithu kada wasaradaha ilaa akhiriha, lixdankii wajiya uu kaga jawaabaya buu sheegay. Deetana wuxuu ku yidhi Alburhaan, qad radiina minka biicaadati alajwiba, adiga wax kale kaa dooni mayne bal jawaabahan sheegun dib ugu soo celi buu yidhi. Jawaabihii anigu aan sheega un bal dib ugu soo celi. Qaala fakhadaca wanbahar, aad buu ula yaabayo waa isu dhiibo, wuxuu yidhi ninkaaga sidan aanu kula doodi kari maayo buu yidhi. Waxau yidhaha sheekhulislaam ibnu taymiya raxima allahu tacaala kaanat fii xidda, sheekh kulul buu ahaa weyaan macnaheedu, oo nin qabow ma ahayn. Sheekhu kutub badan ayuu leeyahay. Alaxkaam alkubraa kitaab laydhaha baa ka mid ah, waxaana culimada qaarkood ay sheegaan kitaabkan Almuntaqaa inuu kitaabkaa ka soo gaabiyey. Culimada sheegtay waxaa ka mid a Ibnu Rajab raximahullah kitaabkiisa Daylu Tabaqaat Alxanaabila iyo warka noocaasa ku sheegaa. Kitaabkiisan markay ka hadlayaan culimadu sababta markaasi uu alifay waxay yidhaahdaan bitalabin min axad almashaayikh, wuxuu u alifay dalab uu ka dalbay mid ka mid a culimada sababteed. Oo alqaadi Bahaa'uddiin ibnu Shaddaad ayaa yidhi kitaab noocaasa qor, iyadoo xalab ay joogaan, alxalab fii Suuriya. Markaasuu kitaabkan waxa weeyaan uu qoray. Kitaabkiisan axaadiis tiro badan ayaa ku qoran, nusakhu xoogay waa ku kala duwan yihiin xagga tarqiibka. Oo Xaamid Alfiqi sheekhii la odhan jiray nuskhada u daabacay 5,092 xadiis ayay ka dhigtay axaadiisa ku qoran. Nuskhadan iyaduna lambarsane Taariq Ciwadullah, sheekhan la yidhaha ee Masriga ahi, uu xaqiijiyey 3,926 xadiis baa ku qoran. Marka farqi weyn baa u dhexeeya, oo 1,003 xadiis ayaa u dhexeeya. Waxaa la isweydiin karaa kitaabku waa kitaab qure, sidee ku dhici kartaa in tiradu sidaasi ay u kala fogaato? Waxa arrinta noocaasi ay ka dhalatay wallahu aclam sida u eg tahay xagga tarqiimu riwaayaati walalfaad. Oo sheekh markuu tirinayo xadiidka riwaayadiisa kala duwan iyo alfaadi iyo eriyada kala duwan uu ku soo arooro dhan hal mar unbuu tirinaya. Sheekhna waxa weeyaan wuu kala tirinayaa, labadii riwaayadood baa laga yaabaa inuu kala qaado iyo alfaadii kala duwanayd. Marka halkaa waxaa ka dhalanaysa in uu kala duwanaado ama tiradii inay kala duwanaato ayaa halkaa ka dhalanaysa. Kitaabkiisan culimadu aad bay u ammaaneen, oo kitaab aada u qiimo badan inuu yahay bay sheegeen. Waxyaabaha mumayizaadka uu leeyahay ama uu kutubta kale axaadiisul axkaam badankeeda dheer iyo waxaa ka mid a awalan kathratu axaadiisihi,
حديث الشيخ كتاب كان أكو كياني إنه آدو تربضان طاي وحكروا كم إذا العناية بالجانب الفقهي وحديث مركو الشيخ مرار بضان وحو الضبار لقيا مسائل فقهية وأحكام وحديثها سي وكشيق يا ما وكسو صاري وحكم إذا وناقيدي سيدا سوكلا تفسير الغريب في بعض المواضع ما لها قار كودوح فصير يا كلمة ده أدك حديث كتيرة ومعناه دو حويا وشيقيا وحكلا وكم إذا أنه ذكر في كتابه مجموعة من الآثار المروية عن الصحابة كتبت ورين صار نسا بلوغ المرام إيوه عمدة الأحكام إيوه انت بضان وح صحابة اللي قصوا ورين إيوه هذا اللذو دي أما أحكام أي شيئين أكو مين نركهين حديثي النبي عليه الصلاة والسلام لو كريه ليو رسولك اللي قورين إيوه أيوم بيهاين لكن كتاب كان لبب قول إيوه لباتن أثر 220 أثرا عن الصحابة أي كيال لما بقول يلا باتر أثر والصحابة رضوان الله عليهم والشيخ كشهي الشيخ كلي منهج أما وضوء الراعبة ترتا كتاب كيسا اللي في استوى اللي فيه قرستة وقري تعالى إن شاء الله تعالى قدم هذا أيان كواركي دورنا أي وحكم هذا استلاحات كيسا وحيابها وإري بحنته وكدكتين وحيا أمرك كتاب كان علماء قاركود أي كو انتقادين أما أي رادين ولقى في عنا إن كتاب كان صفون نقطة وحكم إذا إن آنوا عدم الاعتناء بالحديث صحة وضعفا وحن صارقنا بلوغ المرام كده حديث صحيح يكو ضعيف بوا كيالي لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكل شيقي وحديثك إنه ضعيف يا الصواب فيه الإرسال هذا حديث ضعيف هذا حديث واهن إن بضم بين الصامرت لكن شيخنا حديث كيف الشيقية عدي وريسين الشيقية مرة عنا يو حديث كاوحت الماما يأينو الصحيح يهي يأينو ضعيف يهي لكن بإذن الله سبحانه وتعالى وشيقي دون نساء كتاب كوربا ينو تلمامي كرني دي كل علماء كتاب كأخذ ميسنا واتيران لبا كتاب بانا إلا إمك ران شرحنا إلا أوطار كمرك اللي أيقو لابد بعضوات بعد مودين يوفي عنهين وضبعد الشيخ محمد حسن الصبحي حلاق شيخ سوريا أيوها يمن أيانو تشوقي تشيري وحويانو كتبت كنت حقيقين تشيري كتب الحديث غيرها بقى ران كتب الشوكاني وهو ممن التقى وأخذ من شيخنا أبي عبد الرحمن الوادع رحمه الله تعالى سترجمه دي سكو حسن علماء الله كل مركا وحو كقاتينا شيخ مقبل يا كميدها رحمه الله تعالى طبعا عد الله بعدنا لو طارك يدور في عوا طبعا عد طارق بن عوض الله شيخ ليرادو مصريا هذا وحنا ملاينا يا مركي قدام بيسين ومرين كتشوغا الجامعة الإسلامية في مناصوتو إنه معلن وكاها وطبعا عد في عن يدنا المتن قلفتي سو طارق وتحقيقيين وشراه متن كتاب كرو شرح عن وضن أو تحقيقيين ويشاخ هرنع بوسمي كتاب كيسة وعلى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وحكم بلا بكتاب كيسة أماني مهضنق الله سبحانه وتعالى وشيدي معبودك حقه وأي واحد أرنتها سيكمت هاي جودست حق إلهي حق إلهي وإن لوجم هذا نقول نعمك يين لجوا أمانة صفات كيت المامة ونعكسنا إلهي سبحانه وتعالى أولي نعمك روح كم إذا تأليف هذا الكتاب نعموين كإلهي سبحانه وتعالى وسيه شيخ أما قراها كتاب كان وحكم إذا نعم هذا سائر وكتاب كان قرستي سيلاي سبحانه وتعالى أسخر ربي أوي السري علماء نوع إسكوا فقسين كتبتين لقب بلابه بحمد الله سبحانه وتعالى إلى تهاي أرم في عن حديث بارك صاروري
كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أكذب. هذا الكستوى اللغو بلابن إلهي سبحانه وتعالى أمانتي سيما هاد نقيسة. هذا الكستوى اللغو بلابن إلهي أمانتي سيما هاد نقيسة. وهذا الكرق أنوي معنى وهذا الآن تابق لهين. حديث كستوى ضعيف وروي مرسلا وموصولا وصار فيه الإرسال. حديث مرسل وهي طرق موصولا وليه لكن ضعيفة الضعيف واحد لدوا حديث ضعيف وهي وحول الحمد ما هذه أمانة ودم لله بأسقناتي الذي الله لم يتخذ أنيلا ولدا ولدا أنيلا. سيلاه سبحانه وتعالى ويريه ما اتخذ الله من ولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهنا سبحانه وتعالى ولد وحان أنيلا وأن أباهنين والاستغناء عن ولد كنا ده والد كيبو شبهه إلهي رعيد شبهه ده ما كيرته. إلهي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء قال تعلم له سميا ولم يكن أمصغنان له إلهي شريك من لو ذاق في الملك لها في ما ملك الملك هذه ميم كالقدو والتصرف وما ملك يتدبير كوي هذه الله أصبقوا الملك لنادنا والله هانشه وصاصة يوكل الدوي لبض إلهي سبحانه وتعالى ما أملك عدنا لما وذاكته يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وإلهي السماء كسر حكومة يوم أنولك كدعا ملك يلها أنشاها لفتي سنة إلهي سبحانه وتعالى عدنا لما وذاكته وخلق وأبور إلهي كل شيء شيء كسته وإلهي با خالق كليدي يوجد الأشياء من العدم أشياء يدون الكرم بإلهي كرسية ألا له الخلق والأمر أمر يا أبور بإلهي السقع يا عليه والله خالق كل شيء شيء والبإلهي السقع يا أبور فقدروا أتوان تانقوا يا إلهي سبحانه وتعالى شيء كستوى أبوري تقديرا تانقوين إلهي سبحانه وتعالى أتشل بؤيا لي أوصاف بؤيا لي أرزاق بؤيا لي شيء كستوى إلهي سبحانه وتعالى أحكام أي أؤيا لي قدرية كم حق قدر كه؟ هل كان شيء هو كل شيء جاي؟ صفات إلهي سبحانه وتعالى ويكم تهين ويا معبود كحقه؟ ويكم تهين إلهي وكليدي يا الخالق؟ ويكم تهين صفة التقدير إلهي سبحانه وتعالى كوح قدرين ويا؟ هي صفات كلامر كسلبية صفات أونك سنين وإلهي اللي جاء فينا يلود ديني. سيتخاذ الولد يوجود الشريك لله. إلهي ولدنا ما الله عدو شراكة كلها هنا ما كيرتو أمر إيو ملك إيو ملك طارع عد إلهي سبحانه وتعالى لو ذاكتا ما كيرتو إلهي مركومة هادنا قيد بادو حكو حكسيين نبي عليه الصلاة والسلام إنو كسل ليوحر وصلى الله إلهي كسل لي على محمد 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 كي النبي ها من الله والرمي والله وحيودي الأمية ها مذا وحب قرين وح قرنا نخرين المرسل يا هامد للدري كافة للناس ضد كأردن للدري بشيرا حاله يامد بشارين يعد وناك سميسة ونذيرا حاله يامد الدجا يعد أمر كيسية شرعي سخلافته وعلى آله النبي قرابة السنة إلى قصة لي وصحبه صحابة السنة وسلم أن بتجلي إلى النبي التسليم أن بتجلين كثيرا فربنا النبي عليه الصلاة والسلام إن القصة اللي وحقي سميلا واجب تاية ميلا السنة طيبة إلى إبانا سبحانه وتعالى إن أمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبي قصة اللي أو سلام أمن بتجلي بتبادو وجد دعية ساس إلى سبحانه وتعالى ويل marka inagu de oranmayno usalli ama sallaytu ala nabi oo laakiin waxaan ugu duceynayna ilaahay inuu ku salliyo oo sallallahu ala nabi ama ala rasuul ama ala muhammadin ayaynu oranayna wana sidii nabigu kaleey salaatu salaam saxaabada u baray markii ay weydiyeen kayfa nusalli alayka sidaan kuugu sallinaa صلاة الله على نبينا والثناء عليه في الملأ الأعلى صلي إلى النبي سوك صليا وأمانت إلى حق السراء كأمان محمد ومقع كم إذا مقعيد نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان قحصا محمد رسول الله
معنين سنويهاي الذي كثرت خصاله الحميدة وكصفات كيسا وراكساني أي آدوا بديهين النبي إنو النبي أها رسول الله لبضى بشيخ وأجمعيه ولا شك إنو نبي إنو عليه الصلاة والسلام رسول نبي إنو أها فرق قول حياء الرسول يا النبي نحو لمدوى كهدلان وحانا وقلوا إلا إلا هذا النبي يحلو قتشيدا وكلو وحيودي أن الله ديري قوم شرعي إلهي وافق صن أمرك النبي عقار تهي الرسول لو حلو قتشيدا كلو وحيودي الله ديري قوم أمرك إلهي خلاف صن وأنبياء رير بنو إسرائيل بيكوب بدناهين ودد كتاب كي هوري نبي هور الرميسان بعد النبي كلا لو ديري جيري كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما مات النبي خلفه النبي رير بنو إسرائيل نبي يدا أكل الدنبين كيري مركستو نبي ودين تميد كلا أيا بدالي كيري كي يقول رسول كي هور الرميسان وشرعي إلهي سبحانه وتعالى هستعدن النبي لو ديري جيري واي نبي عليه الصلاة والسلام صفات كيسا وحكم إذا إنوها أمي أمي ومعنى يدو إياي أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب إن أنا وحبق عنتي سكو قرين وحا قرن إن أنا أخرين كرين وحوا أخرين تري لكن وحا قرن ما أخرين تري صفة النوع عاسين هو صفة مدح في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك الرسول كإلهي لقهد الله أيوه صفة ونكسن بيوهي ضدك كلامك اللي يقول صفة ونكسن وماها إنه قفكوا النقضة من ذا وحبق قرين وحا قرنا عن آخرين لكن النبي محمد مركي تاقين تسفونا كسن بيحي وأيه لأنها كانت تدفع عنه التهمة وحا النبي عليه الصلاة والسلام أرين تاسي الدفاع وقاهي تهمة لقصو أرورين لها قال هذا قاركو ذا يقول الله وحا نساقا يا أول بوكي وحقر قولي كري ساقا يا صوقر قرطي ولهذا بقى إلهي سبحانه وتعالى وكدق وحيابها رسولك عليه الصلاة والسلام رسول لمديس يا النبي لمديس على مدى إيو دليل كوأه نبي قانا إلهي سبحانه وتعالى صفات نوعاسة على سبيل المدح سي أمان لوغة شهداء أيو إلهي سبحانه وتعالى ورشاق كافة علماء قاركود وحيلي وحال وحانا مركا أي حال كتهي كافة وصاحب الحال هلك والضمير كالمرسل كتيرا المرسل هو اسم مفعول المرسل هو نائب فاعل كا هي حال كت ولا ما أورن كرا الناس بي حال كته وايو صابتا لا أورن كرين وحوي لأن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور وحيل هذا حالكو صاحب كذا أو ترن عربتي سجرا إتاي كما هرمارو لكن تاسمين لسكوا فقسيه معها صح دانا وحويه كافة تريني حال للناس إني إتاي حال كنا وكهر مريك را صاحب كيس أو مجرورة سنحاد قاركود باي كتاقين ابن مالك لفت يساس رجحا وسبق حال ما بحرف وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد بولي ولا أمنعه فقد ورد أنا أقول ديدي ما يارن كنوع سوى متصو عروري وي واي نبي عليه الصلاة والسلام شيكم أنت ردت كوردان الله درس القرآن كما كحد قال النبي عليه الصلاة والسلام مركها الكل قال لقول شيخ حلو قت شيء قرابة المؤمنين قرابة اسم المؤمنين تهاب لقول شيء الصاحب هو اسم جمع للصاحب وكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وقف كستو نبي الله كل ما يصغر رميسان إيمان كان قد انتكاسا صحابي وحويا لنا هذا صلي دما استرم بو نبي عليه الصلاة والسلام كسلي وصلب تسليما بولو وانا سيدا آيات دوافق صن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإلا بعد بالله إسرائية الصلاة والتسليم أيا في عن التسليمنا والدعاء له بالنجاة من الآفات والعيوب والنقائص وإن النبي عليه الصلاة والسلام لو قد دعيه إلهي سبحانه وتعالى إنه كبد بادي وكسلامة ديالو
عيب إيا نقصان عافة إيا مصيبة الدنيا آخرة انت هذا الشيخ يقول هذا كان كتاب وي ويشتمل كوبسنا على جملة كوح من الحديث حديث كمدة حديث النبوية نبي عليه الصلاة والسلام من لوغو ابتريا او رسول كي كسو فشي لليه التي حديثها سترجع عين قنيصه اصول الاحكام احكام تشريعه السلده دو عين قنيان اليها يدا عين قنيان ويعتمد اي عسكدان علماء واهل الاسلام مسلمين تعلم دول عليها يدا اي عسكدان احكام تشريعه مركي شيغيان يدا اي دليل او غدغان او اي كدسان هذا هو اسم إشارة صين وقرانين هذا الشيخ كتابك قري كذبنا رعا وقري ده يشير إلى شيء موجود وعد تلمامي يديه الشيء كرا وهريا الله هذا نرانا مقدمة ديه رعا إياه الرئيين وحلوران كلا يشير إلى ما في ذهنه وحو إشارة يوحي مركان مانك وكوهي حديث قران وردوها حافظ حديث وحويان حفظ الصن ويقول لك موضوع كتاب كورت إنه ياي حديث وكتاب كان وكور ياي حديث نوع حديث وكور ياي تاي حديث الأحكام حديث أسوأ أحكام تشريع عدو يقول لك أنه يسوى أصول شيء دي يفروع دي دبا لكن هذا كلمة الأصول وقمت شيء دي معتقد كي كلمة الأصول هل كانوا يحوقت شيء دي أحكام تأصل لأيه إلا إذا يكفر عمته وقواعده مركا قواعد داسي ايا حديثا لود لشدا كدي من دي مسائش كاله ايا لغا فرعيا او لغا ديغتا كدي و خشه كتاب كيسن حديثا كو قرا هلكا او ككينه و خوري انتقيتها وحان كدورتي حديثا من صحيح البخاري ومسلم لبدا كتاب صحيحه من البخاري وقري من مسلم وقري ومسند الإمام أحمد بن حنبل يا كتابك المسند الله يراهده إمامك وين أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني سنو قري وجامع أبي عيسى الترمذي يا كتابك السنن جامع الترمذي الله يراهده وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي يا كتابك السنن السجن الله يراهده الإمام النسائي وقري وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني واستغنيت وحنكو كافتو مبوري بالعزو تير حديث كان أطيري إلى هذه المسانيد كتب مسند كتب سند لا عن الإطالة تبان كغا كوب صدي أما كغا مارمي دارين عن داريو حديثنا عن كل داريو بذكر الأساني سانيد دارين شاهو إنا شاهو وحش يا مركا أنه حذف الأسانيد حديثا كتبتها كسوقات لكن كتبتها واحد كتبها الله إياه أول السند كسلسلة دي الرجع كالورينيس يا متن جيوا هذا حديث كلفتيسي مركا يسوع متن جيب وسوقاتي هذا الكي حديثك وككورنا سند كنا وانكت جيبويه صابت وجدت جينا وينوش يا جيوا صابت وحويان و والحذر من الإطالة وكتاب قصيان ودهران ودي دي سندد ووضن لها انت ما انت قوليك يهي لبدد اما كبدا ايو اللي كان لها مركا قفك يدون اي حديث كهالكن كو قران دي سند كي سعين وهيلو يساقو حكوت المامة حديث كان كتابك وكي يالي يساقو سند كي سيوتر مركا ديق ايا لقار ربا اناد انو قطو او هالكا ادك الدونات ادي ادو باهاتو والعلامة تبود علامة دي لما شيء حاله وسجن تاي رواه وريال بخاري ومسلم أخرجاه وي هل كان استياح سامري بحنتي سبنو شيء وحلي حديث كان كتاب كان كو قرأ دي بخاري ومسلم أي وريين وحن علامة وقد يجي ورين تود إن لا أخرجاه بخاري ومسلم با وري ويان معنو لبدو ده صو صار لبدنا بخاري ومسلم وقتشي ده ولبقيتهم حالا ورنتوا أوسوجن تهاي إنتوا ذكلا ده هلكن وكوح سؤال كي وكوح سؤال الإمام أحمد يو أصحاب السنة الأربعة شنتاس رواه الخمسة
وهي علامة بيننا رواه الخمسة والعلامة لما رواه بقيتهم وإن رواه الخمسة شنت أياوري شنت والإمام أحمد رحمه الله في مسنده يا أصحاب السنة الأربعة أبو داود الترمذي نسائي ابن ماجه ولهم حالة ورنتوا ولهم حالة يوصوا أنتها ورنتوا إياك سبعاتهم تدبدوا دبا رواه الجماعة وين علامته إلى رواه الجماعة وهدي وريان بخاري مسلم هي شنتك لا تضبط وبا رواه الجماعة طبعا أرانا يا أبو ولي أحمد حاله ورنتوا يوصوا أنتوا أحمد وريان مع البخاري ومسلم بخاري مسلم نا إلا وريان اتفقوا عليه كم اتفقوا عليه الله صعماه تلي يقاني علماء ودس غالب كم اتفقوا عليه وحي استعمالان حديث كواحد سخوه فقه ورنتي س بخاري مسلم لكن كان واي استلاحي يري بحل الشيخ القارة ومتفق عليه الضوء إلى هذا معنى وحوي بخاري مسلم ووريان وحكلوا وهلية الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفيما سوى ذلك بروحي انت كسو هرنا أسمي وان مقعابيا من رواه كوريبا مقعابيا منهم حاله كم ديهاي يقع وهذه ديت صالحان بخاري يقول وريه ومقعابيا دو مسلم يقول وريه ومقعابيا هذه ترميذي يقول وريه أما أبو داود أما النسائي أما ابن ماجه أما تصالحان دي اللبك كميدي أي ودا وريين أما الصدح كميدي أما إمام أحمد وكلا هدئ ولقى ريحي وإن مقع دبيا يعد وريسيبا المركة مقع عيسى شيقا يا أبو لهي ولم أخرج كمان بحنبور فيما عزوته حديثة عن تيريه عدي ورسيان تيريه عن كتب من كتبته هذا كمان بحن وتضبط عسي كتاب أيونبان حديثة كسوقاته انت بدلنا نتيرينه إلا في مواضع عمالة مويانة يسيرة آدي آد أير وقال كان أريم وحوقي يرى غريبة بعد عضي شيخ محمد صبي حسن حلاق قاب كوضب ديالك وحي ولم أخرج وخروج ما هي تخريج بكرية على كلمة أسأل كده خروج وكي من بحيطان وشيخ ووتش يدي كتبتها كمان بحين يدو ماكو كوبانا إلا ميلير موياني سيقول التخريج بكو معني حقا وسيا تعليق أنا التخريج كي معني سيئو أيو كرية وأنا لعل هذا سبق فهم قال كان أخرج أخرج كما إيمان من التخريج وحي كتمي من الخروج بيكتم ولم أخرج فيما عزوت عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة وذكرت واحد شيء في ضمن ذلك حديث أدحي هذا واحد كل شيء شيئا شيء يسيرا ير كده حديث الله يجعل يرتاح ترى هنا بنضطبع ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم صحابة وحيابي اللي جسوا ورياه والنجي الشيخني لو بقولي لو أتن أثر إن كتاب كذا يكون يالين واي كتابك قاب كيف وترتيب سيء اي اوص وصعدة تسوك عن لوحل ورتبت وان رتبي بولي الحديثة في هذا الكتاب كتاب كان دحدي سان رتبي اما كتاب كان دحدي سحالة يكون حسنتها الى بدوة ورنكرنا على ترتيب فقهاء اهل زماننا وقت قياقا فقهاء علماء في قياقان كيتشوكتي قاب كأرتبان مسأيش فقية مرقى ترتيب كي فقه الحنبل أي الراعي ومشايخ دا معلمة دا فقه دا حنابلة دا كتبت فقية أي قرآن أبواب تقاب كأكله الرئيسيين أكله الرئيسيين أي أوليقان أي حديث أنه حويان أوليق وترتيب توديب الراعي وأنا أرين مهم أو دائين قاب كأي أوليقان تهي كتب الفقه حديث الأحكام لوردي قاعد بمه مطح سوى حويان أرض جمرك باب كآخر كتاب كفقه جاء أما قفك أباهنا دائن باب كلفتي سوى حديث الأحكام كويا لنا سوى جهلي كرو حويان حديثك واللي بدو اللي بدو السؤال ده أنا كرو سجى بشر جس صابته وصيدا ويا لي الترتيب تي فقه هذا الراعي وعلى تسهل على مبتغيها سيا وقف ضد عدة ضلبيس على طالبها وترجمت لها ووضعت لوحا ودغيبوده ابوابا بان حديثه ودغي لها لهذا الحديث ابوابا بابا وباب كيبو قريا كدبنا حديثي باب كاكو سابسنيد
ayuu keenaya baabkii fiqiga intuu qoro, waayo baabka markaa xaguu ka keenay magacan baabka ama tarjamada uu dhigay wuxuu tilmaamay baabka inuu ka keenay xadiidka laftiisa. Xadiidka tusaale ahaan hadduu masalo qura koobsanay masaladii uu baabkii ka dhigay, haddeetana xadiidkii buu baabkii hoos dhigaya. Haddii xadiidku masaa'il uu koobsanayana masaa'ishaa mid ka mid ah, odeeta umulbaaba la odhan karo ta baabka hooyadiiyo asalka u ah ayuu baabkii magaceedii siinayaa, kadibna dee xadiidii ayuu baabkii hoos dhigayaa. Bibacdi maa shay barkii baan markaa baab uga dhigay, dallad ay tusisay xadiidu calayhi isaga oo min alfawaa'idi ah. Wa nas'alu llaha, ilaahay waxaan weydiisanaynaa, an yuwafiqanaa inuu na waafajiyo, lisawaabi sida saxda ah, qofka muslimka ah inuu ilaahay subxaana watacaala tawfiiq weydiistaa aada bay muhiim u tahay. Waana ta ilaahay subxaana watacaala waynu amray inuu ilaahay aanu weydiisano, waayo haddaanu ilaahay ina waafajin subxaana watacaala waxbay noo hagaagi maayaan diin iyo adduunya midnaba. Wayacsimanaa, uu naga ilaaliyo, an yuwafiqanaa inuu na waafajiyo, lisawaabi sida saxda ah. Wayacsimanaa, uu naga ilaaliyo min kulli khata'in, gaf kasta, wazalalin, simbirraxasho kasto, wadada xaqaan ka simbirraxanaanu ka siibano. Innahu jawaadun kariim, waa ilaahay subxaana watacaala waa mid deeqsi ah oo kariima, ee kathiiru lkhayr, khayrkiisu aada ugu fara badan yahay. Khayrka sifa ilaahay oo ah subxaana watacaala, iyo khayrka mutacadigeed ee soo tallaaba ee khalqigiisa soo gaadha. Marka intaas waa muqadimadii hordhaci. Maanta insha allahu tacaala muqadimada iyo hordhacaas ayuu maynu ku joojin doonaa kitaabkuna, maadaama kitaabkii kutubtii hore aynu soo aragnay aada uga weyahay. Xaadiidana in badani laga yaabay inay nagu soo martay buluuqul maram ama zawaid cumdat alaxkaam. Waxaynu isku dayay insha allahu tacaala waqtiguna uu kooban yahay, bal inta aynu badin karno xaadiida akhrinteeda inaynu badinno. wallahu aclam, wasala allahu cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira.